دولة الدكتور عدنان بدران، معالي الدكتور جواد العناني المحترم، عطوفة الدكتور نضال العياصرة مدير عام المكتبة الوطنية المحترم، سعادة الدكتور طلال أبوغزالة الأكرم، السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير. نجتمع اليوم في هذا الصرح الثقافي والأدبي دائرة المكتبة الوطنية حافظة وحاضنة الفكر والتراث الوطني والعربي والإنساني. المكتبة الوطنية التي تحفظ في طياتها الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة والوطن العربي بعامة وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني. لذا لا يوجد ما هو أجمل وأثمن
من أن نجتمع اليوم في هذا الصرح العظيم لنحتفي بعمل أدبي جديد هو نتاج جهد كاتب مميز ومرموق معالي الاقتصادي الكبير الدكتور جواد العناني وأحدث إصداراته الأدبية بعنوان طلال أبو غزالة رجل من المستقبل. لذا رحبوا معي بالدكتور نضال العياصرة المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية ليلقي كلمته الترحيبية مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في دائرة المكتبة الوطنية ذاكرة الوطن وذخيرته المعرفية التي باتت علامة مضيئة في مسيرة الثقافة الوطنية والتنمية والإبداع. إنه مساء القامات والقيم وملتقى الطاقات الإيجابية والانفتاح المعرفي على كل ما هو جديد ومفيد. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نحتفل بإشهار كتاب قيم عن شخصية عالمية بعنوان طلال أبو غزالة رجل المستقبل، لمؤلفه المفكر والباحث والاقتصادي المعروف معالي الدكتور جواد العناني. فأهلاً بكم في هذا اللقاء ذو الدلالات المعنوية التي تجمع بين مضمون هذا الكتاب ورسالة المكتبة الوطنية في سعيها الدؤوب للمحافظة على الملكية الفكرية وتحفيز القدرة على الإنجاز والتفكير العلمي والتوجه نحو فضاءات التأليف في شتى مجالات الحياة وعلومها العصرية. ضيوفنا الأكارم، نحن الآن إذن أمام قامتين شامختين على صعيد الفكر الاقتصادي والحضاري وفي رفض المؤسسات العالمية بطاقات إيجابية خلاقة. طلال أبو غزالة صاحب الفكر والمؤسسات والشركات المرموقة ذات الكيان المعنوي والتي تحمل اسمه محلياً وعربياً وعالمياً، ثم مؤلف الكتاب المفكر الاقتصادي الدكتور جواد العناني. ولست هنا بصدد للحديث عن هاتين القامتين أو عن جهودهما المتنوعة أو عن حضورهما البارز على مختلف الصعد والميادين الزاخرة بالعلاقات الإنسانية وبالتربية والثقافة والعلوم، أو عما تركاه من بصمات عظيمة في مختلف مجالات الحياة في مختلف مجالات وآفاق المستقبل. لذا فإن الحديث عن هذه الأبواب سيكون من شأن مؤلف الكتاب، فهو الأقدر والأجدر وهو الحري بقراءة هذا العمل الجليل والتعريف بشخصية الكتاب التي تستشرف آفاقاً اقتصادية وتكنولوجية بالغة الأهمية. إن دائرة المكتبة الوطنية لتسعد أيما سعادة بهذا اللقاء وبهذا الجمهور النوعي، وها هي تجسد طموحها اليوم لخدمة المواطن الأردني وإضاءة المدى أمام أجيالنا في عصر حافل بالعلم والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بعالم يتسابق نحو المعرفة والإنجاز والإنتاج،
أجدد لكم التحية والتقدير والترحاب، وأشكر لكم حضوركم الجميل، آملاً أن يبقى أردننا منعماً بالسلام، مزدهراً بحضارة الكلمة والمعرفة، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر للدكتور نضال العياصرة، ووفقكم الله في قيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة. هو من قام بتأليف أكثر من 20 كتاب في مجالات العلوم والعلوم البيئية، كما قام بتسجيل 4 براءات اختراع، ونشر ما يزيد عن 120 بحث علمي في مجالات الفسيولوجيا، وكما نشر 100 دراسة في المؤتمرات العلمية حول التعليم العالي والبحث العلمي واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والثقافة الشاملة في الوطن العربي، الحائز على العديد من الأوسمة والقلادات، وقلادات النهضة والاستقلال وألفونسو الإسواني واليونسكو، وقلادات جامعات ومنظمات دولية وحكومات، حائز على جائزة الرواد من مؤسسة الفكر العربي، وجائزة الأكاديمية العالمية للعلوم في البناء المؤسسي العلمي في ديربن جنوب أفريقيا، وجائزة آسيا للمساهمة في مجالات التعليم، وجائزة شومان للتحكيم العلماء العرب الشبان، بالإضافة إلى العديد والعديد من المناصب القيادية في القطاع العام والمؤسسات الدولية، رئيس وزراء الحكومة الأردنية الأسبق دولة الدكتور عدنان بدران، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الكتاب لسبعة فصول عن طلال أبو غزالة، رجل من المستقبل، في صيغة إبداعية، تأليف معالي الأخ الدكتور جواد العناني، الذي قرر أن يعود ليكتب بعد صيام طويل. وقد استعمل المؤلف طريقة عصرية في كتابته ليكتب مسيرة رجل من المستقبل وفي المستقبل، ليس كما درج كبار المسؤولين في كتابة ذكريات حياتهم، بل درج المؤلف في أن يدرس محطات الرجل من نشأته في يافا وإرغامه مع عائلته للنزوح ومحطات العذاب واللجوء التي تعرض لها، ثم التفوق في الدراسة والعمل وشق طريق حياته من جديد ليصبح صاحب إمبراطورية عالمية كبرى في الأعمال عبر 100 شركة أو 100 دولة، وكان أحدثها وليس آخرها في البرازيل. درج المؤلف الدكتور جواد في دراسة كل مرحلة بالتحليل والاستنتاج والتعرف على الحوافز وعوامل نجاحات الدكتور طلال الاقتصادية والاجتماعية، مقاربا بذلك قصص نجاحات كبار رجال الأعمال في العالم. اقتبس المؤلف جواد العناني عنوانا لكتابه عن طلال أبو غزالة، وهو يمثل عبقرية الطفولة المبكرة، وهذا ما تميزت به محطات طلال في التفوق في شق طريق حياته وسط التحديات الصعبة للوصول إلى القمة. هذا هو طلال أبو غزالة، رجل ثائر خارج عن المألوف ويسارع الزمن، فالوقت من ذهب ونجح عملاقا في العالم العربي. لقد أخذ الوعد بأن يعمل جاهدا ويتأمل رؤيته أن يرى الوطن العربي والعرب قد عادوا سادة في هذه الدنيا في السياسة والاقتصاد والاجتماع، ولا يرضى بالأحلام الصغيرة، فهذه لها أهلها الكثر، بل بالأحلام الكاذبة التي تؤدي إلى التغير
والسير مع الكبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم دولة الدكتور عدنان بدران لهذا السرد والإبحار بنا في طيات هذا الكتاب. والآن مع مؤلفنا وكاتبنا في هذه الأمسية الجميلة، هو اقتصادي مخضرم حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة فاندرلت ولاية تينيسي الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1970، وأيضا درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عمل لعقود في العديد من المواقع الرسمية، وبدأ مسيرته المهنية باحثا رئيسيا في دائرة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي، وهو أول مدير عام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وكان رئيسا للجمعية العلمية الملكية، وآخر رئيس للديوان الملكي العامر في عهد الراحل العظيم جلالة الملك الحسين رحمه الله، ورئيسا للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وعضوا في مجلس الأعيان لعدة دورات، ونائبا لرئيس الوزراء، والعديد العديد من المناصب الرسمية المحلية والعربية. وقد درس في العديد من الجامعات الأردنية والعربية والأمريكية، كما نشر عشرات المقالات العلمية في دوريات عربية وإنجليزية، وقدم أكثر من 500 كلمة علمية في مؤتمرات مختلفة، وله أكثر من 70 بحث علمي، وهو أيضاً مؤلف وشاعر وكتب القصة القصيرة. ونحتفي اليوم في هذا الإنتاج الأدبي الفكري مع معالي الدكتور جواد العناني، له الاحترام والتقدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. الواقع أنني لما دخلت إلى هذا الكتاب لم أدخل به لأسرد حياة الرجل. لماذا؟ لأنه قد كتبت كتب كثيرة حوله، فإذا لم يكن هنالك إضافة نوعية يستفيد منها القارئ فلا حاجة إلى ذلك الكتاب. وما دفعني إليه هو أنني كانت تجول دائما بخاطري أسئلة كثيرة أريد البحث عنها، واتخذت من حياته، من إنجازه، من شخصيته، من معرفة به أمثلة أسوقها لكي يستطيع القارئ أن يفهم هذا النموذج الفلسطيني العربي الأردني كيف استطاع أن يتجاوز الصعاب وأن يشق طريقه في هذه الحياة، قائمة على فكرة أساسية واحدة، وهي ما الذي سيجري بعد 5 سنوات، وكيف أستطيع أن أستفيد منه الآن، كيف أستطيع أن أكون جاهزا عندما تتغير الدنيا وتتقلب الأحداث، سواء كانت هذه الأحداث سياسية أم كانت تكنولوجية أم كانت عولمية، بمعنى أنها تقرب الناس من بعضهم البعض، أو أنها كانت تجارية اقتصادية، فكيف يستطيع أن يجد طريقه من خلالها. ولذلك كان لابد علي أن أسأل ما هو تعريف المنظم أو الرجل الأعمال الناجح صاحب الرؤية، كيف تستطيع أن تعرفه؟ أولا يجب أن لا يكون شخصا عاديا، يعني ما هوش مثل أي واحد آخر، يجب أن يكون منفردا متميزا. ثالثا له طباع أحيانا لا يفهمها الناس، يعني مش بالضرورة يكون مفهوم إليك بشكل واضح وأنك تتوقع ماذا ستكون ردة فعله على أمر ما، قد يفاجئك كلية بجواب أنت لم تكن حاضرا له. لماذا؟ لأنه يرى ما لا تراه. وأنا أقول بأنه إحنا كنا نستعمل اصطلاح مخاوي الجن، بمعنى فأنت تقول له هاي الجن الأزرق واقف هناك، فيقول لك أين هذا الجن؟ ولا يرى، لكنه يراه ويتمثله ويقوم بتنفيذ الفكرة التي تخطر في باله. الأمر الثاني، ماذا كان تأثير النكبة الفلسطينية عليها؟ وكان السؤال الذي أثاره الدكتور عدنان يجول دائما في خاطري، لماذا لم يبدع رجال الأعمال الفلسطينيون
قبل النكبة مثل ما أبدعوا بعد النكبة. فقلت أن وجدت أن لهذا سببين. السبب الأول، وقد استفدت فيه من كتاب صدر عن آل عبد الهادي، ووجدت أن الشيخ حسين عبد الهادي الذي عاش في منتصف القرن التاسع عشر واللي باسمه جسر الشيخ حسين، كان رجلاً فذاً وسابقاً لأوانه، ولكنهم قتلوه. ووجدت أن مثلاً المندوب السامي في فلسطين سنة 1855 لما رأى ما صنعه حسين عبد الهادي في ذلك الوقت قال هذا الرجل يجب أن لا يعيش. كانوا يسعون دائماً لتفتيت الثروة الفلسطينية باستمرار. وجدت أن أحداً لم يتعرض لهذا الموضوع بشكل منهجي متكامل. مثلاً البرتقال في آخر أيام، بتذكر وأنا طفل صغير، كان يقول الدنيا خير، كيس البرتقال أبو خط أحمر بشلن، ولم يكن يعلمون أن هذه كارثة. لماذا؟ لأن الهستدروت لما أنشئ سنة 22 بدأ يخطط ليصدر هو، يعني صدر اليهود البرتقال بدلا من المزارع الفلسطينية في بيت دجن وصرفند ويافا وغيرها من الأماكن. ولكن لا تقللون من قدرة هذا الشعب على الإبداع، فهم الذين طوروا البرتقال البلنسيا إلى البرتقال الشموطي. لماذا؟ حتى يكون قشره تخينا ليستطيعوا تصديره إلى أماكن بعيدة. هذه قدرات لم تكن يسمح لها أن تنمو، ولذلك وجدنا كثيرا منهم. البنك العربي الذي أنشئ في فلسطين سنة 30 كان في الواقع رأسماله الأساس 30,000 دينار. البنك المنافس له بنك الأمة أنشأه أحمد حلمي عبد الباقي أظن بأقل من ذلك. فلذلك ما كانش فيه رأس المال هذا الكبير الذي نتحدث عنه، إنما بعد ذلك من شركة السكب صارت شركة عالمية، الشركة الثلاثية صارت شركة عالمية، محمد أبو غزالة يستولي على أكبر شركة إنتاج غذائي في العالم، طلال أبو غزالة يبني إمبراطورية عالمية من لا شيء. لماذا ظهر هؤلاء؟ ثم بعد ذلك قلت أتخصص قليلاً لأنظر في قدرات هذا الشعب. فوجدت مثلاً أن الذين أتوا من الجبل كانوا هم المصرفيين، يعني كل معظم رجال اللي أنشأوا مؤسسات مصرفية أو نجحوا فيها أتوا من مناطق جبلية، ما أتوش من الساحل. يعني بتشوف يوسف بيداس، شومان، حتى فخوري، حتى أي بدك، يعني أي واحد بتسميه تجدهم أجوا من مناطق جبلية. لماذا؟ لأن القرش بالنسبة لهم يعني شيئا. أما أهل الساحل فكانوا أكثر إبداعاً في الخدمات وفي الصناعة. فمن هنا بتشوف هذا التميز. تبدأ تنظر في الأنثروبولوجيا الفلسطينية وتقول بأن في هنالك أسباب. لذلك علينا ونحن ندرس حياة رجل أن نتعلم منها دروساً وعظات. وهذا ما سعيت في هذا الكتاب المختصر أن أصل إليه. النقطة التي سألتها بعد ذلك هو إلى أي درجة علاقتك مع الموظفين تنفعك؟ فراقبت الأخ طلال في معاملته لمدير مكتبه. عنده مدير مكتب اسمه سمير، وأنا أعتقد أنه رايح على الجنة مضمون بعد عمر طويل إن شاء الله. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا تستطيعون أن تفهموا قدرته على الاستيعاب. يعني طلال أبو غزالي يومياً بده يلاحق له على أقل 60-70 شغلة. أولاً يعني خلينا ننظر على مدى كيف يستطيع إنسان أن يدبر وقتاً ليقوم بكل هذه الأعمال، بينما تجد واحد فاضي شغال لا يقوم بشيء. ما ذكرني بالمثل الإنجليزي بيقول لك إذا كنت مستعجلاً على قضاء أمر فأعطيه لشخص مشغول. لأنك إذا أعطيته لواحد فاضي بكرة بسوي، ما هو لسه معي وقت، ما هو كذا، ما بخلصوش. أما من كان مشغولاً جداً فمضطر أن يرتب جدوله وأن ينظم أعماله وينهي المهمة التي كلف بها. ومن هنا بتشوف طلال أبو غزالة
إذا بدك تحكي في الموسيقى عامل فرقة موسيقية، إذا بتحكي في الفن بتابع الفن، بدك تحكي في العمل الاجتماعي بتابع، بدك منصات دولية على لجان كثيرة جدا في الأمم المتحدة ويرأس الكثير منها، يضع مستويات، يضع يوسع يعني يشارك في تقديم المعرفة والعلم، جامعات، كليات، محاسبة، ترجمة، إصدار فيز حتى للصين، تعليم اللغة الصينية بالكونفوشيوس، يعني معهد كونفوشيوس. تجد الرجل حيثما أدرت وجهك تجد أنه يقوم بعمل ما. فتقول في نهاية الأمر أن المؤسسة التي بناها وسميت باسمه أصبحت المؤسسة والرجل وجهان لعملة واحدة. هذه نقطة مهمة جدا. ففكرت أنا قلت طيب ليش يعني هالنرجسية تسمي مؤسسة باسمك؟ لماذا؟ ولماذا تحول اسمك إلى علامة تجارية؟ فوجدت ما يلي، قلت في مين هم من رجال الأعمال الكبار في العالم اللي أنشأ مؤسسات بأسمائهم؟ فخطر على بالي اثنين مهمين جدا. الأولاني واحد اسمه والت ديزني في الولايات المتحدة. والت ديزني شاف فار وهو صغير بنطنط قدامه، ففي الأخير رسم الفار، كان يرسم، رسم الفار على صفحة، بعدين رسمه بعد شوية على صفحة البعدة، لما فتح الصفحات بسرعة صار يبين الفار كأنه بيتحرك، فأجت على باله فكرة الكرتون، فلذلك دخل إلى العالم وأنشأ مؤسسة تنتج أفلام الكرتون باسمه هو، لأنه هو الفنان بده يحط اسمه على الشغل. بعد ذلك أصبح لا يستطيع تغيير الاسم لأن الاسم أصبح قيمة معنوية عالية ليس لها ثمن، وتغييرها ينطوي على تكاليف باهظة. ثم بعد ذلك وجدنا أن مثلا توماس أديسون اللي صاحب اختراعات الكثيرة من الفونوغراف لللمبة هذه اللي بنستعملها وفيها التنجستون هذا كلها، بعدين لما أنشأ انتقل إلى صناعة إنتاج الكهرباء سماها شركة أديسون. فلذلك في علم المحاسبة أنت بدأت أصلاً في مكتب، هذا المكتب بدك تسميه مؤسسة، بتسمي مؤسسة المحامي فلان الفلاني، بتسمي تدقيق الحسابات شركة فلان الفلاني. فلذلك لما كبرت المؤسسة وصارت تقدم كان اسم تاج قد اشتهر وأصبح علامة يضعه على كل شيء. ثالثاً، هل يجوز لرجل الأعمال أنه يعطي وقته لنا إنتاج أو فوائد كثيرة ليست لا تصب في العمل نفسه؟ يعني ما بتصبش، يعني ليش تضيع وقتك أنت بدل أنك مسؤول عن كل هالمؤسسات بدك تضمن نجاحها؟ لماذا تشغل نفسك بتجلس في لجان كثيرة مجانا تدفع أنت من جيبك للسفر عليها؟ ما بيخلي حدا يدفع عنه تذاكر، فكرة بروح على الأمم المتحدة ما، ولذلك بتشوفه بيعرف كل الكلام، لكنه مش معناته أن الرجل يعتقد أنه يضيع وقته، لأنه إذا وضع على نفسه قيمة عالية بأنه رجل مساهم في خير هذا العالم فإن الناس ستنظر إليه بإيجابية. لذلك بنشوف أن الإيمج أو الصورة التي يتمتع بها، ما حدا بيقول عنه بسرق، ما حدا بيقول عنه برشي، ما حدا بيجيب سيرته أنه بفسد، بيخالفوه في الرأي، بيزعلوا عليه لأنه بيقول لك بلاش نعطل 4 أيام العيد تخليهم 3، وبيعملوا منها قضية كأنه يعني إحنا الوقت عندنا ما شاء الله شغالين 24 ساعة وما عندناش إلا بس 150 يوم إجازات في السنة. طيب فما الذي يعني الرجل يقول رأيه ويتصدى ويتحدى، خالف من خالف وعاتب من عاتب ومن اتهمه بالغنى ومن اتهمه بأنه معه مصاري ومش سائل، لا، الرجل لم يأتي بشيء إلا وقد كد فيه وتعب. هذا أمور، وهذا يؤمن بالتشبيك الاجتماعي مثل ما قال الدكتور عدنان، فهو يربط لنفسه علاقات مع الجميع، لا يريد أن يغضب أحدا، ولكن صدقون أنه لا يتنازل، يظل يضحك له، تحكي له بيت شعر بضحك. مثلا مره بحكي له على بيت شعر بقول كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، قال والله بشو احنا فاضيين شغال احنا نحكي شعر. فلما كملت له باقي القصيده كان يحمي عليه يعني من الضحك، فهو يحب يضحك كمان، يحب انه تجي ساعات يكون فيها مسرور،
ويعود إلى إنسانيته. في السفر رجل مريح جدا، وسافرت أنا معه أول مرة إلى لندن عام 84، وأنشأ الجمعية الدولية للمحاسبين العرب عشان تضع قوانين وأسس للمحاسبة العربية وتطويرها. ومن اللي كان راعي الاحتفال؟ تأديف اللي كان رئيس وزراء بريطانيا. وفي الليل أخذنا على مطعم فنزل تدهيث في الأمريكان، يعني فتح باجوجو على الأمريكان زي ما بيحكوا. فجانا واحد أمريكاني طويل هيك اللي بقول له مستر هيث أنت زلمة معرة للعالم وأنت رجل مش عارف شو مالك. فطلع فيه قال له هيك يعني الإنجليزي بكل هالطريقة هذه. فأنت بتشاهد معه مشاهد ودول وبتشوف الاختلاطات واختلاف الحضارات واختلاف التنوع. استطاع أن يخترق كل الحضارات. تعرفوا أنه هو موجود في بغداد بيشتغل مكتبه ما انقطع رغم كل الحرب التي صارت. فإذا معناته آخر النهار نحن نقول بأننا في هذه المجتمعات العربية التي تبحث عن قصص نجاح تبعث فينا الأمل بأن صانعيها ليسوا أصحاب معجزات. قرأت حكيت مع الأخ خميس عطية مشان بس أقارن أمثل لأنه هو جاي من الساحل برضه من منطقة اللد، تعرف اللداد وأقطع من الخلايد يعني. فلذلك سألته كيف أبوه أجا وإيش. طبعا أجوا لاجئين زيهم زي غيرهم ونزلوا بالسلط وكانوا يزرعوا لغيرهم. بعدين في الأخير بدوا يأخذوا مقاولات صغيرة وشوي شوي شوي. فالناس بيشوفوا ما شاء الله خميس عطية وأخو خليل عطية صاروا أعضاء في مجلس النواب وما شاء الله لهم حضورهم وكذا، يفكروا أن الحياة أجت سهلة. لكن ما الذي صنعه خميس حسين عطية الله يرحمه حتى يجعل أولاده قادرين على الاستمرار في العمل؟ هذا السؤال اللي أنا كنت يعني من القضايا التي أثرتها. لماذا تعيش شركات ألف سنة؟ تعرفوا في شركات في هولندا وبلجيكا صار لها ألف سنة موجودة. كيف تعيش شركة ألف سنة؟ وما الذي يضمن لنا ونحن في هذه المجتمعات أن مؤسسات كبيرة عنا ما بتكمل الجيل الثالث إذا كانت عائلية؟ فإذا معناته لابد لنا من الآن وطالع أن نعيد النظر في إدارة الشؤون العالية. لأنه أنا متأكد أن أخي الدكتور طلال وكذلك وجدت ابنه أيضا الدكتور لؤي يعني مهتمين جدا بهذا الأمر، فهي قضية مطروحة. إذا معناته إحنا لما حللنا الكتاب أردنا أن نقدم قصص. لأنه أنت كيف تتعلم التفاوض؟ مش بقول أديك الفصيح من البيضة بصيح؟ على فكرة هذا صحيح، يعني هذا المثل لم يأتي عبثا. لما تكون أنت عمرك مثلا بتبيع بوزة قاعد في براد، يخطر على بالك أنه في ولد قاعد بيتفرج عليك ومعوش يدفع لك حق البوزة، فبتقول له تعال خذ هاي بوزة بس شو رأيك أنت ساعدني تنادي وشان يجون الزبائن. طب شوف هذا شاف فرصة حتى في هالقضية. طب عمره 10 سنين الزلمة. شوف مثلا بتشوف انه بده يروح يفاوض مثلا رئيس مدير المدرسة اسلام مشان يدخله، قال له شوف كيف انا معيش مصاري ادفع لك اقساط بس بوعدك بشغلة واحدة. قال له بتدخلني شايف، وإذا ما طلعت الأول في كل المواد راجعني في الفلوس. رجل يراهن على نفسه فراهنه على ذلك بهذا الأسلوب التفاوض البارع اللي الإنسان فيه براهن على قدراته. هذا هو الشباب الذي نريده، لأن واحد من هؤلاء بيخلق فرص لعشر آلاف بني آدم. أما إذا كلنا أردنا أن نصبح موظفين فلن نخلق فرصا. لذلك أردت من هذا الكتاب أن يكون درساً وتسبيباً لمن عندهم القدرة أو الرغبة أو الطموح على أن يصبحوا ناجحين في الحياة، أن يجدوا في قصة هذا الرجل اللي جاي من أسرة كبيرة وهو كان في الوسط يعني مش أصغرهم يعني أميال لأصغرهم. ولكن السؤال بدي أسألكم أنتوا آباء وأمهات، هل أنت بتشعر دائماً أنه في واحد من أولادك مختلف عن الباقيين؟ وأنه أنت بتصير بعض الأحيان تشد عليه شوي أكثر من غيره لأنك متأمل فيه خير؟ طب ما احنا يعني لماذا نستبعده؟ ما هي في تراثنا في كتاب قصة سورة يوسف
قائمة على كل هذا. بتشوف إنه قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعد ذلك أجلس أهله على العرش إلى جانبه. في كل أسرة على فكرة في واحد الأهل يتوسمون فيه أنه سيحمل عنه سيكون سندا له ولإخوته في كل أسرة. بعض الأحيان اثنين عشان ما يزعلش خمس. بعض الأحيان بيكونوا اثنين لكن الأسرة تعرف هذا. ولذلك لما كان أبواه وكانت أمه الدلع طلول وأبوه كان يعني يأخذ معه في مشاوير خاصة هو صغير مشان يطلع على أشياء لأنه كان يتوسم فيه ذلك الخير. فهو كان يوسف إخوته في هذه الناحية. إن شاء الله يعني نعود إلى الكتابة كما طلب منه الدكتور. الكتاب استمتعت فيه وبعدين أحكي لكم بصراحة لما قريته كمان بسطت فيه بعدين. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. أشكركم جزيل الشكر معالي الدكتور جواد العناني. أيها السادة رحبوا معنا في صاحب هذه الرواية وهذا الكتاب رجل من المستقبل سعادة الدكتور طلال أبو غزالة. عندي كلمة أساتذتي أكرموني بما لا أستحق. شكرا لكم.